السلام عليكم انا السلام عليكم مرحبا بك هذا اخونا ان شاء الله 11 للثالثة بحال بحال ثالثة ان شاء الله ان شاء الله قدام باذن الله دائما اهلي هذا اهلاوي مرحبا دائما وداد واحد يا جماعه واللي يربح مزيان واللي يربح مزيان المجتهد هو اللي يربح اها لا 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 اللقطة حلوة جدا معبرة جدا هي دي الروح المطلوبة في النهاية يا جماعة رياضة يعني اللي شفتوهم دول مشجعين وداد مشجعين نادي الأهلي بيتكلموا مع بعض وبيغنوا مع بعض وبيفرحوا مع بعض الحالة اللي بتهالي يعني موجودة حقيقي بين مش بس جماهير الكورة بين الشعبين وأتمنى أنه في بعض الأوقات تصرفات بعض المسؤولين بتوتر ده بتحاول تأثر على ده بشكل سلبي لكن في النهاية إن شاء الله بإذن الله اللقاء يليق بعملاقي الكرة الأفريقية الأهلي